إذن هلا إحنا هاي حللنا السيجنال، وقلنا السيجنال مكون من مجموعة ساينوسويدز ما فيش فيها كوساين، وحتى الساينوسويدز كانوا كلهم odd، فما كانش في عندي غير first وthird وfifth وseventh. حتى نثبت لنفسنا إنه فعلًا هذه الويف فورمز لما بجمعهم إيش مفروض يردوا يعطوني؟ سكوير ويف. يردوا يعطوني سكوير ويف الأصلية اللي كان الارتفاعها مثلًا عامل الارتفاع تبعها 100. فحسبنا هلا راح تلاحظوا شو بيصير كل ما زادت الفريكونسي إيش بيصير بالأمبليتيود؟ لأنه إيش كنا نقسم على إيش؟ على N. مش كنا نقول واحد على N؟ فلذلك أول واحد ما انقسمش على شيء، حط زي ما هو اللي هو كان 4M على باي. 4M على باي في واحد. M هون عندي 100 راح تصير 400 على باي. 400 على باي حوالي 133. الثيرد هارموني ما فيش سكند هارموني، حسب التحليل تبعنا ما كان في سكند هارموني، في ثيرد هارموني. لاحظوا شوفوا حتى تثبت نفسك انه ثيرد، هاي واحدة هاي تنتين هاي ثلاثة، اذا الفريكونسي تبعته ايش؟ ثلاث اضعاف الفريكونسي تبعت السيجنال الاصلية. مزبوط، لانه خلال لما السيجنال الاصلية عملت 1 بيريود، هذا كم بيريود عمل؟ ثلاثة. هيهم واحدة تنتين ثلاثة، وهذا مقسوم ايش لازم يكون هذا ارتفاعه بالنسبة لهذا؟ واحد على ثلاثة، قسمنا واحد على N مش هيك؟ فهذا على واحد، هذا مقسوم على ثلاثة. طب الخامس ايش راح يكون مقسوم على؟ خمسة، لأنه واحد على خمسة، واحد على سبعة. كلهم بيبدوا من هون لأنه كلهم ساينز، ما طلع معنا كوساينز، متذكرين؟ إذا كلهم بيبدوا من نفس الزيرو كروسنج تبعت السيجنال الأصلي، لأنه كلهم ساينوسويدز. كلهم ساينز سيجنالز. ونفس الشيء بنكملها، راح تلاحظ انه الخامس المفروض يعمل كم ويف فورم خلال الفترة هاي؟ خمسة. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة. السابع راح يكون واحد على سبعة. ونفس الشيء راح يعمل سبعة معي وهكذا، والتاسع. احنا ماخذ هون من واحد ل 15. يعني ماخذ، مين سألني قديش لازم مناسب؟ يمكن ريالستيكلي بدك تطلع لحد 25. يعني بدك تاخذ اللي هم بيطلعوا 13 واحد. من 1 ل 25 بتستثمر الايفن، بتاخذ كل الاوت، بتبدا السيجنال شكلها. هلا شو بدي اعمل حتى اثبت انه هذول بيساووا هذا؟ شو بدي اعمل فيهم هذول كلهم؟ بجمعهم. اذا جمعناهم انا هون عامل المثال هذا بالاكسل، هي ريكونستركتد، هي شايفين كيف شكله؟ هي شكل الاصلي وهي شكل اللي جمعناهم. لسه في شوي، شو لازم حتى اخفف من هذا؟ ازيد زياده، بدي اطلع ل 15 17 19 21 23 25. بعد فترة لما اوصل يمكن 25 او 49 راح ابدا الاقي انه شكل هاي الويف فورم بيشبه الشكل الاصلي. هذا بيثبت انه كلامنا صحيح، انه واحد على ان كان صحيح، وانه فيش عندي طبعا كوساين، كلهم ساين تيرمز، وما كانش في عندي ايفن. ولاحظوا كمان الافرج، مش قلنا الافرج بساوي زيرو، احنا ما ضفنا اي زيرو، وفعلا الافرج ما في شيفت، ما طلع واحد منهم طالع فوق الثانيه، عمالها تقريبا بتستوي بحيث انها بتيجي فوق السيجنال الاصلي.